مرة أخرى إبراهيم الجابر يحييكم. لا تغيير في صفوف الفريقين، الهلال وجبلي الياباني، وتقدم جبلي الياباني في شوط المباراة الأول بهدفين لهدف. سجل الهلال في الدقيقة الثانية سيرجيو، وعاد ناكاياما في الدقيقة 17 وسجل الهدف الثاني تاكاهارا. تتمرر صراخ جماهيري لدعم نجوم الهلال، بالتوفيق ان شاء الله على الازرق. لا تغيير في صفوف الفريقين، ملعوبة مقطوعة من هاتوري، متابعة من الوسط سامي الى عمر، عمر الغامدي نواف الى سيرجيو على الجناح الايمن، وسيرجيو بيتقدم على المدافع تناكا، وسيرجيو راجع سيرجيو وبيحاول يمر الى احمد الدوخي. احمد الدوخي بيلعبها، احمد بيموع على الظهير الايسر، بيمر احمد بيمر وبيلعبها عالية وبعيدة، وضربة مرمى، ضربة مرمى ثواني الاولى، ولا يزال ان شاء الله. شوف 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 اعادة بالبطيل، الهدف الاول في زاوية 90، والهدف الاول لهدف التعادل من ناكاياما لجابليو الياباني. الثاني في خلل في متوسطي قلب الدفاع، لكن ايضا كان خروج دايا غير موفق. تتمرر بالراس، ملعوبة الدوخي نواف، خطأ لصالح جابليو لهاتوري. هاتوري مدافع صارم، لعبها عالية وداخل ال 18 وبالراس عبد الله شريدة، ومحمد لطف معاه، محمد لوكس مقطوعة من محمد الشلهوب، وخارج الملعب من فوجيتا إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى أحمد خليل، أحمد خليل بيتقدم الدوخي على الجناح الأيمن، يلعبها الدوخي عمر، الدوخي رجع للخلف إلى محمد الدعية، في ضغط على الكرة، على اللاعب اللي معاه الكرة من قبل جابليو الياباني. دقيقتين من زمن شوط المباراة الثاني، هدفين جابليو، هدف الهلال، وسامي على الجناح الايسر بيمر من سوزوكي وبيمر من الثاني وبيمر سامي وتصلح النواف ويسدد سيرجيو، وتتخلص تتخلص من الدفاع جابليو. تتمرر عبد الله شريده للخلف، محمد الدعية، احمد خليل بيموى، منقولة للامام، سيرجيو بالراس، عمر الغامدي، عمر الغامدي عرضية الى نواف، تتمرر لسامي مقطوعة وخطأ لصالح سامي، وفي يستدعي حكم المباراة هذا سليان وليتانا وعبد الله المطرف، مطلوب سليان في الشوط الثاني. تتمرر عمر، وعمر بينقلها على الجناح الايسر لسامي، وسامي داخل ومحاولة لسامي وبيلعبها سامي وبيلعبها ارضية، ومقطوعة مقطوعة من الدفاع الياباني، تتخلص من الدفاع الياباني. اذا مطلوب الحقيقة ايضا في روح، في روح الفريق، في روح الاصرار والعزيمة، وهدف التعادل جاي باذن الله تعالى. سامي داخل 18، سامي بيحاول سامي بيمرر بالخطا مقطوعه الى خميس، خميس بيتابع، وهناك ياما راجع ولعبها على الجناح الايمن طويله ومتابعه من عبد الله شريده، عبد الله شريده بيهديها، وفي شد من المهاجم الياباني وخطا خطا خطا. اذا اماميه ملعوبه مقطوعه بالراس، في خطا لصالح سامي الجابر، والضرب يتواصل، الضرب يتواصل، الحكام في غير مستوى البطولة اطلاقا، حكام في غير مستوى البطولة. وسيلة رجان يقود نهائي كبير بحجم لقاء الهلال وجابليو، وتتمرر وسامي وطويلة وبنوة وخارج الملعب الى ضربة مرمى. في اربع دقائق فيها ضغط على فريق جابليو الياباني، وهدف التعادل ان شاء الله جاي،
هدف التعادل جاي لهذا الجمهور الوفي للجمهور عجز فيسكي المخدوني اول مدرب يطبق طريقة 3-5-2 في اليابان. والحقيقة اليابانيين كانوا غير مرتاحين منه رغم انه حقق البطولة ابطال الدوري الموسم الماضي، لكن يعني كانوا يرغبون في تدريب البرازيلي. تدريب البرازيلي عارفينه طبعا دونجا، كانوا يبغونه يدرب دونجا، لكن دونجا كان لاعب في هذا الفريق في جابليو لكن لا يحمل شهادة تدريبية، وبهذا اصبح هاتزي فيسكي هو المدرب. شوف مراقبة او رقابة، حذر، كرة عالية وخطيرة في يد محمد الدعية. يلا محمد باليد الشلهوب يهديها، محمد الشلهوب على الجناح الايسر بالخطأ مقطوعة بتابعها محمد الشلهوب على الجناح الايمن، ومتابعة من عبدالله شريدة وخطيرة وتعدي من امام ناكاياما، ومتابعة من ناكاياما ومعاه احمد، ورجعة لتاكاهارا صاحب الهدف الثاني اللي بيسدد في المدافع، ونواف مرتدة للهلال. سريع نواف لسامي، وفي سامي لنواف، ونواف بحاول مو في ضرب. عموما ارجو الحقيقة من الحكم الماليزي الضعيف جدا ان ينهي هذه المباراة بسلام. شوف يعني اكثر من كذا ما فيه، تتمرر على الجناح الايمن، تتمرر ناكاياما بيصلحها، متابعة الدوخي بموه الدوخي بحركة جميلة على يامانتشي، وبيهاجم على الجناح الايمن الدوخي وينقل الكرة في اقصى شمال لسامي. جميلة ولكن المدافع سوزوكي بالرأس لأوزاكي. يوردان هسكي بيوجه روماني بيوجه الحقيقة لاعبي فريق الهلال، وعمر الغامدي الى سيرجيو، مرتدة للهلال الى نواف، شوت حلوة يا نواف من كرة تسديدة بشبالة على يسار المرمى الياباني، تسديدة من نواف بشمالة وعلى يسار المرمى. حلوة يا شباب، الوصول للمرمى مطلوب. احمد خليل، عمر بالرأس، خميس بيهديها، بينقلها خميس لنواف، نواف بينية لعمر، بطاقة صفراء ما يعطيه لانه لو اعطاه طاقة احمر. تتمرر الى الشلهوب بيحاول يمر لكن بيتزحلق وملعوبة لتاكاهارا، وشريدة معاه، وخليل بهدوء، خليل بيقطعها بهدوء بيقتل كل الكرات. احمد خليل ولطف على اليمين، ولطف بيمرر لسامي، وسامي بيحاول يتجاوز وخطأ. طيب بطاقة صفراء ما يعطيه لانه عنده بطاقة صفراء 23، والحكم سيلارا جان لكن ما علينا من الحكم. الازرق قادر يهزم جابيني الياباني ويهزم الماليزي سيلارا جان الحكم. اذا ضربة مرمى، ضربة حرة مباشرة للهلال، وسيرجيو في نفس الموقع، وسامي وتتسدد وفي حالة الصد الى ضربة زاوية. ضربة زاوية سيرجيو، ملعوبة باتجاه المرمى، وتلعبها خطيرة وتتسدد، وبيرتمي عليها المدافع الياباني، وكرة على الجناح الايمن لاحمد الدوخي، ومتابعة ومحاولة الدوخي، وفي شد وفي خطأ لاحمد الدوخي. يلا يا شباب، يلا يا هلال، في ضرب
ضغط متواصل، في ضغط متواصل وفي هدف التعادل باذن الله. تعالى دقيقه 9 من شوط المباراه الثاني، 2 جابيليو 1 الهلال، وضربه حره مباشره للهلال. الشنوب وضربه حره مباشره للهلال، وبعليها الشنوب في المرمى. واو، زكي في توقيت سليم، بتوقيت سليم، وهذا محمد الشنوب خطا على فوجيتا، على فوجيتا، يعني 10 دقائق هلاليه. سامي بيحاول يمر، مقطوع على الخلف، لطف يمر، لطف من ناتوري، وبيلعبها بالخطا، بيتابعها خميس، بيغطي خميس، حلوه خميس، والعوده بينيه نواف، محاوله الى تاكاهارا الياباني على الجناح الايمن، بيلعبها اماميه، وبيتحرك اكو جوتشي، ومتابعه ومقطوعه من احمد خليل الى راميه جانبيه. يوردانسكو، والجمهور الهلالي يطالب بيوسف السليان، الجمهور الهلالي يطالب بيوسف السليان في الدقائق المتبقية. تتمرر نواف، مطلوب روح قتالية على الكرة، ومطلوب ومحاولة فوجيتا معه، عبد الله ايش يريد، بيلعبها بينية لنواف، نواف للشنوب، محمد يتحرك، محمد الشنوب، ويلعبها سامي، وسامي داخل، ومحاولة، ضربة جزاء، والله ممكن ان تكون ضربة جزاء، ممكن ان تكون ضربة جزاء. الحكم الماليزي يشوف في عدد البطيء، وصالح في حط يديه وراه وبيتكلم مع اللاعبين. شوف اذا هذه الدقيقه 11، ويبدو ان حكم المباراه يعني سمع عن الهلاليين انهم يضيعوا ضربات الجزاء، فلم يحتسب حتى الان ضربه جزاء. تتمرر لسامي، ومحاوله، وفي المرمى، وتتحمس، وضغط هلالي. طبعا ما يمكن لحكم مباراة لا يمنح ضربة جزاء، وحنشوفها ان شاء الله. وسيرجيو بيحاول يمر الى ضربة مرمى. شوف سامي حاول يعدي، والله واضحة ضربة جزاء 100%، ضربة جزاء 100%، وكأنه حكم المباراة لا يريد ان يمنح ضربة جزاء للهلال، لكن نقول ان شاء الله التعادل جاي. دقيقة 12 الى محمد الشنوب، نواف لمحمد، مقطوعة الى ناكاياما بيحاول، ناكاياما بيلعبها في الوسط الى هاتوري بيمرر على اقصى ناكاياما، وتتمرر وملعوبة الى ياماريتشي، وتتمرر خطيرة ملعوبة، مقطوعة لنواف التبيات، يحطها نواف، وبيمرر على الجناح الايمن لسامي، ورافع الراية، مساعد الحكم الاول رافع الراية. اثنيان بيطالب الجمهور بيوسف اثنيان، في 32 دقيقة متبقية من زمن شوط المباراة الثاني، وملعوبة على الدائرة، مقطوعة لهاتوري، هاتوري منقولة إلى ياماريتشي، محاولة، وفي شد، وفي بطاقة صفراء لياماريتشي 14. ملعوبة لخميس، خميس إلى محمد الشلوب، تتمرر من الشلوب لخميس، ملعوبة بينية لمحمد لطف، إلى محمد لطف، مقطوعة بالرأس، الشلوب بيتابع، ورجع لناكاياما مع عبد الله، وعبد الله بيتابع، عبد الله برجع خطيرة وبيسدد، سليمة على مرمى الهلال، من ناكاياما، كرة رجعها شريدة قصيرة، لكن الحمد لله سليمة. احمد خليل، سامي
مقطوعة من ناكاياما بالراس تاكاهارا بيلعبها بالراس احمد خليل ومحاولة شديدة بيسحبها بالكعب يرجعها صحيحة المرة هذه لاحمد لمحمد الدعيع الدوخي طالع بالراس وخارج الملعب رامية جانبية للهلال. رامية جانبية للهلال الدوخي الى احمد خليل. احمد خليل نواف نواف بيمرر مقطوعة لمحمد الشلهوب لكن بعيدة وتصل للمهاجم وسيرجيو معاه وبالراس من الشريدة للطف لطف بيمر من فوجيتا وينقل كرة الى اقصى اليمين باتجاه سامي لكن ناكيتا بالراس الدوخي بينفذ الرمية الجانبية الدوخي لعمر عمر لأحمد أحمد بينية لسامي على الجناح الأيمن وفي شد في شد وفي خطأ وتناكا بيرتكب مزيد من الأخطاء وهذا مدرب الزفسكي ضربة حرة مباشرة أحمد الدوخي أحمد بيعليها أحمد وفي يد أوزاكي في يد أوزاكي أحمد الدوخي بيلعب كرة أمامية لكن سهلة في يد حارس المرمى الياباني. 6 ثواني ربما تكون ملعوبة أمامية لكن مقطوعة تناكا مدافع الحقيقة صلب جدا. فوجيتا بيهاجم من ناحية اليمين فوجيتا بينقلها أمامية لناكاياما ومعه أحمد خليل إلى ضربة الزاوية ضربة الزاوية المرتدات خطيرة في ظل تواجد هداف لصاحب الهدف الثاني ناكاياما قد تكون خطيرة جدا. ضربة الزاوية عشر دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني وجابلي الياباني 2 الهلال 1 ملعوبة ادعي بالرأس تعدي الى خارج الملعب ضربة مرمى محمد ادعي ضربة مرمى للهلال 17 دقيقة وكرة أمامية على رأس سامي وسامي صلحها بالرأس للشلهوب الشلهوب ينقلها مقطوعة من سوزوكي وتناكا بيعليها والشلهوب ونواف بيشترك والشلهوب وخطأ يحتسب لصالح جبل الياباني شوف في خطأ عشر دقيقة ملعوبة أمامية وناكاياما يتقدم وناكاياما بيعليها وعرضية مقطوعة من أحمد الدوخي بتصلح يامانيتشي ويامانيتشي بيحاول يمر بيرجعها لناكاياما وفي يد محمد الدعيع يلا محمد رمية باليد جميلة للشلهوب اللي بيهاجم من ناحية الشمال وسامي بيتحرك ويلعبها لسامي وداخل سامي ويلا يا سامي معليش يا شباب يلا خميس لنواف ضاغط متواصل على جابلي الياباني الى احمد الدوخي من ناحية اليمين احمد بيحاول يمر يلعبها الى عمر للدوخي الدوخي نواف بيتحرك وبينية وبينطلق احمد الدوخي عرضية الدوخي وملعوبة للدوخي المرة الثانية واحمد الدوخي بيعليها وضربة زاوية من ياما نيتشي
ضربة زاوية من ياما نيتشي وضربة زاوية، وشوف يوردانيسكو يتحرك بشكل عصبي جدا. تتمرر، شوف كرة سيرجيو، حرام يا سيرجيو. شلهوب يعليها، شلهوب بالراس تتصلح، وملعوبة بالراس، وسامي وملعوبة ومقطوعة من الدفاع الياباني الى قميص بيهدي ويلعبها قميص امامية ومقطوعة من الدفاع ايضا لاعبي الوسط، وكرات مرتدة فقط لليابانيين الى ناياكاما، الى ناكاياما بيهاجم من ناحية الشمال ومعاه الدوخي وبرجعها للخلف، طبعا اثنين ومحاولات مرتدة، واوكو معاه بيقطعها الدوخي بيلعبها الى قميص الشلهوب بينية جميلة، سامي بيرجعها للخلف طويلة على لوكس بالراس الى سيرجيو بيحاول يمر، ورامية جانبية للهلال. سعد المستبيح، منصور الاحمد، سلومي، ليتانا، محمد النزان، وخطا ضربة مرمى. بيحتسب ضربة مرمى، ضربة مرمى لجابيليو، 21 دقيقة. أوزاكي هل يعطي بطاقة صفراء؟ طبعا بطاقة صفراء. بالراس مقطوعة من لطف، تتمرر على الدائرة في الوسط، هاتوري الجناح الايسر يامانيتشي وعالية، وضربة مرمى الدعية بيحطها سريعة، بيلعبها لمحمد لطف، محمد لطف على الجناح الايسر، محمد بيلعبها بينية لمين؟ بيمين محمد لطف الى عمر، منطوعة يامانيتشي بالرأس، تتصلح الى خميس، في خطأ، نواف بينية لعمر للدوخي بمرر الدوخي الى نواف ناقلها نواف لشريدة، عبدالله شريدة بيهدي ويلعبها بشمالها امامية للدفاع، وشايف الصرخات هذه ليوسف السليان، ليوسف السليان خطأ لصالح جابيلي الياباني. اذا يوسف السليان بدل مين؟ يوسف السليان بدل الشلهوب، خرج محمد الشلهوب ولعب يوسف السليان. اذا يوسف خبرة وتجربة، وان شاء الله يثمر تمريرتين على الهدف، ويسلم سامي الكفرية ليوسف، وتكهارة بهاجم على اليمين، ملعوبة امامية خطيرة، تكهارة بيلعبها عرضية ومقطوعة من احمد خليل، نواف بيمرر ليوسف، يوسف السريان بيقولها لسيرجيو، سيرجيو بيتحرك يوسف، ملعوبة على اليمين، نواف واثنين، ويتحرك عمر، يامانيتشي وهاتوري، ويتفرج الماليزي سيلارانجان على مصارعة وليست كرة قدم، ويحتسب خطأ دون ان يعطي اي انذار. سلامات نواف التنيات، وسلامات للاعب الياباني، ولكن يعني قد تكون هناك بعض الاخطاء. شوف واضح انه يامانيتشي والثاني، 14 يامانيتشي،
سلامات نواف، سلامات نواف. طيب ان شاء الله. طيب الياباني خارج ونواف ان شاء الله يقوم سليم. احتكاك طبعا لابد ان تكون مثل هذه الاحتكاكات في ظل وضع هذا الحكم الضعيف جدا. عموما يامانيتشي ونواف خارج، لكن طيب نواف ان شاء الله سليم سليم. يلا يا سيرجيو، جليت واحدة وسجلت ضربة مباشرة وهذه لك الآن، صلح الخطأ. يلا سيرجيو ضربة حرة مباشرة، حائط صد من خمسة لاعبين. سيرجيو سيرجيو بيسدد، سيرجيو ويسدد في حائط الصد ويتقدم فوجيتا، وضربة زاوية ضربة زاوية. ضربة زاوية دقيقة 25 من زمن شوط المباراة الثاني. ملعوبة سيرجيو بالراس، مقطوعة مقطوعة بالراس من كوكانيتشا وتصل لمحمد لطف. محمد لطف بمرر ليوسف الثنيان، الثنيان على الجناح الايسر بيلعبها عرضية وتعدي وسامي بالراس وتتصلح لسامي، ومقطوعة من الدفاع من الدفاع تناكا وملعوبة على الجناح الايسر. سريع الياباني، سريع الياباني، سريع. شوف على الجناح الايسر وملعوبة في اقصى اليمين ومتابعة، وبيتابعها ايضا تناكا ولايا كاما وعرضية خطيرة وسليمة الى ضربة مرمى. ضربة مرمى. المباراة يبغى لها روح، يبغى لها قتال، يبغى لها البعد عن الاخطاء وتخليص المنطقة ال 18 اول باول. فوجيتا الى ستة، ملعوبة للخلف، اوكو اوكو على الجناح وتتصلح بالكعد لتاكاهارا، مقطوعة مقطوعة. محمد لطف يتقدم، محمد لطف يتقدم، محمد لطف يلعبها لسيرجيو ليوسف الثنيان، الثنيان بيهدي بيحاول يمر بيلعبها لسيرجيو، سيرجيو على الجناح الايسر بيحاول معاه اثنين سيزوكي واوكو، وبيحاول الى رمية جانبية، رمية جانبية. لسه 27 دقيقة فيها ان شاء الله هدف التعادل وهدف الفوز، والثنيان بيهاجم وبيلعبها وضربة زاوية ضربة زاوية ضربة زاوية 14 خارج يامانيتشي ولاعب مكانه 18 شينيزو، شينيزو مكان 14. اذا خرج يامانيتشي ولاعب 18 شينيزو، سيرجيو بيعليها سيرجيو وكرة عالية وبيبعدها زاكي باليد ويتابعها الدوخي على الجناح الايمن، والدوخي بيحاول يمر معاه معاه المدافع، والدوخي بيحاول ورمية جانبية، رمية جانبية للهلال. 28 دقيقة، رمية جانبية للهلال، الدوخي بينفذ الرمية الجانبية تتنفذ لسامي وبالراس من هاتوري نواف، و نواف معاه بيلعبها لهاتوري، هاتوري متابعة ومراقبة وانتو، والنقلة الثالثة لتاكاهارا اللي بيغير اتجاه اللعب، وكرة أمامية وخميس معايا خميس معايا خميس معاه معايا خميس، وتتصلح تتصلح تتصلح وملعوبة لفوجيتا، وفوجيتا بيحاول يهدي اللعب مع مين؟ بيلعبها على الجناح الايسر وعمر الغامدي وخطيره، والدعيع بيرتمي عليها بشكل صحيح ويلعبها بشماله لمحمد لطف ومرتده للهلال. يلا يا محمد، سيرجيو راجع وكره على اقصى اليمين لسوزوكي على صدر سوزوكي، وبيعليها تاناكا بالراس الدوخي
خميس بيأديها، خميس لعمر، عمر الغامدي، بنقولها سامي، سامي بيخلص المدافع الى رمية جانبية، نواف لسامي للخلف الى احمد الدوخي لسامي، سامي بحاول وبيمرر كرة بينية وفي خطأ لصالح الهلال لسامي الجابر، والكرات هذه يجب ان تلعب عالية وامامية، ويستثمر الشريدة احمد خليل الطول، لكن واضح انه بيترك الان للدوخي لسامي، سامي بيلعبها بينية وعمر الغامدي بتابع عمر وبتابع اضغط عليه عمر معاه وخارج الملعب الى رمية جانبية، رمية جانبية. ملعوبة للامام، فوجيتا ومحمد لطف بينقل كرة بيمينة الى عطوري، وعطوري بالراس لكن في تراجع، وفي عبد الله شريده بيلعبها لمحمد لطف، محمد لطف بيرميها لثنيان، ثنيان بيحاول يمر برجع للخلف الى رميه جانبيه، رميه جانبيه الهلال بالخطا بيرميها محمد لطف، ملعوبه لاوكو، اوكو الى نواف وخطا على نواف لصالح اوكو، أمامية خطيرة وطالع الدعية، وطالع الدعية بتوقيت سليم، وملعوبة ليوسف، يوسف بيأديها لمحمد لطف، محمد لطف بيلعبها أمامية مقطوعة لجبل الياباني والمرتدات خطيرة وسريعين، ومحمد المرة الثانية بيطلع وخارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى. أحمد خليل إلى خميس، خميس منقولة في اليمين للدوخي، الدوخي برجع للخلف، احمد خليل، سامي بالراس مشيها لسيرجيو، ومقطوعة من خط الدفاع الى فوجيتا، فوجيتا مع يوسف، عالية وامامية في مكان لوكس اللي بيتحرك فيه تاكاهارا، تاكاهارا بينقل كرة للامام، والدوخي بيلعبها عالية، بيقطعها عالية الدوخي، وعمر الغامدي الى الدوخي لنواف، ضرب من هاتوري، نواف الى شيميزو على دارة في الوسط، شيميزو فوجيتا صانع الالعاب بيتقدم على الدائرة وبيهجمة ومقطوعة من الدوخي، حلوة يا دوخي، بيمر من فوجيتا وبيلعبها وبيموت سيرجيو، جميلة، سريع سيرجيو، يلا عندنا احنا يسر سيرجيو، يلا يا سيرجيو، يلا يا سيرجيو لسامي، سامي سيرجيو، تمريرة الرد وتأخر سيرجيو ولكن إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. إذا 33 دقيقة وهذا هزي فيسكي وقاد الفريق بالبطولة الآسيوية أبطال الدوري العام الماضي وأفضل مدرب آسيوي 99 إلى خارج الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية للهلال الدوخي الى احمد خليل، احمد خليل الى عبد الله شريده ليوسف السليان لخميس، خميس بيتحرك الان وبيلعبها بينيه بالخطا للمدافع الياباني اوكو، تاكاهارا صاحب الهدف الثاني، تاكاهارا ملعوبه الى هاتوري، هاتوري بينقل كرة على الجناح الأيسر لشيميزو، شيميزو بيلعبها بينية منقولة إلى
لك ياما وخطيرة ودعية بيرفع دعية بصعوبة ومحمد لوك ومحمد لوك بيخطي وعبد الله بيسدد وضربة مرمى ضربة مرمى 34 دقيقة وفي يعني تقاعس أو تساهل في خط الدفاع في تخليص الكرات الخطيرة. رمية جانبية خرجت من الدوسي رمية جانبية 10 دقائق متبقية على نهاية الشوط الثاني والمباراة وبطولة القارة الآسيوية الهلال السعودي مع جابيليو الياباني. يتقدم جابيليو بهدفين لهدف شيميزو ملعوبة أمامية تتصلح منقولة شيميزو نواف مع اوكو اوكو برجع للخلف سوزوكي وبقطع سوزوكي وبيلعبها بينية ومتسلل ولكن ايضا كوزوتشي متسلل. محمد الدايا بيلعبها امامية محمد للمهاجمين بالراس تكانا تناكا الى رامية جانبية ثنيان بيمول ثنيان على فوجيتا وبيحاول يمر يوسف بيلعبها بينية وبيخلصها توري الى خارج الملعب رمية جانبية. اذا 9 دقائق متبقية على نهاية الشوط الثاني والمباراة والهلال متأخر بهدفين لهدف. محمد لطف خميس مقطوعة من خميس من تكهارا لأحمد خليل احمد خليل بيهدي بيلعبها امامية احمد خليل باتجاه سيرجيو وفي يعني بيعتلي على سيرجيو وعلى الارض ورمية جانبية رمية جانبية يوردانسكو بيوجه عبدالله المطرف بيوجه المطرف الان التغيير للهلال شوف هذا الجمهور اللي حضر الوفي لمساندة ومعازرة الهلال ولا تزال الامال في 8 دقائق ان شاء الله 8 دقائق متبقية وسيدي صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب يحضر تتويج نهائي القارة الآسيوية أبطال الدوري الأندية أبطال الدوري بين الهلال السعودي وجابيليو الياباني وثنيان على الجناح الأيسر بيأديها يوسف يلا يوسف وجيتا يلا عطنا ضربة جزاء ويوسف يلعبها وبتمر إلى خارج الملعب ضربة مرمى ضربة مرمى يوسف ثنيان اوزاكي بيلعبها اوزاكي بالراس واحمد خليل بيرجعها للدعية والدعية بيعليها امامية واوكو بيتابع مع عمر الغامدي وملقطوعه بالراس واحمد الدوخي بالراس ايضا الى يوسف الثنيان ويوسف يلعبها الى نواف ومحاولة وهاتوري بكل قوة وخطأ خطأ يحتسب خطأ على نواف سيلا راجل الماليزي على الدائرة والتغيير عبد الله المطرف امامية على الجناح الايمن وخطيرة ومقطوعة عبد الله شريدة حلوة عبد الله الى ثنيان ثنيان بيتحرك الان بيتحرك يوسف بيتحرك ثنيان ومعه كوفوتشي وبيعدي يوسف ثنيان وسامي داخل من العمق وسامي داخل من العمق وبيحاول ثنيان وبيحاول من الاول ضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء بطاقة صفراء للاعب الياباني وبطاقة صفراء ليوسف ثنيان للاعب الياباني اوكو
بطاقة صفراء. سيرجيو ضربة حرة مباشرة للهلال، ضربة حرة مباشرة للهلال وسيرجيو وحاصد ودقيقة 39 وسيرجيو بيسدد ضربة حرة مباشرة اللي يضيفها بنفس طريقة الهدف الأول. ربما عمر الغامدي خارج الآن ولاعب مكانه عبد الله المطرف. إذا عبد الله المطرف مكان عمر الغامدي. سيرجيو بيلعبها سيرجيو وفي حائط الصد إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية للهلال. سيرجيو بنفس ضربة الزاوية. وبيلعبها سيرجيو عالية وطويلة وبعيدة إلى خارج الملعب ضربة مرمى. 5 دقائق متبقية من زمن شوط المباراة الثاني والمباراة ونهائي البطولة. الغامدي عمر حل مكانه عبد الله المطرف. الزاكي بالراس، احمد خليل بيعليها من ناحية اليمين، فوجيتا بيلعبها بالراس وخميس ومحمد لطف وتكهارة بينقلها امامية ومتابعة من احمد الدوخي اللي بيخلصها خارج الملعب رمية جانبية. 5 دقائق متبقية. اربع دقائق غير الوقت بدل الضايع. اوكو الى شيميزو يضيع الوقت طبعا. شيميزو رمية جانبية للهلال والدوخي الى نواف. نواف يؤديها الى تكهارة ومعاه خطأ لصالح تكهارة. يحتسب خطأ لصالح تكهارة. هاتوري لنفذ الخطأ. هاتوري ومحمد يدعي بيضبط الدوخي مع المطرف وهاتوري بشماله بيحاول يلعبها واحمد خليل بالراس. ترجع لعبد الله لفوجيتا ومحاولة وبيحاول عبد الله المطرف يلعبها بينية لثنيان ونواف للمطرف وكرة حائرة وبينية لفوجيتا ومحاولة الشريدة الى احمد الدوخي. احمد الدوخي امامية مقطوعة من هاتوري. هاتوري لفوجيتا ومقطوعة من الدوخي في الوسط لثنيان بينية لنواف. نواف بينقلها على الجناح الايسر جميلة. يلا سيرجيو وسيرجيو بيحصلها. سيرجيو وبيحاول في كرة وسيرجيو على الجناح الايسر بيحاول يمر مع سوزوكي وسيرجيو وبيلعبها بينية ومحاولة مقطوعة في مرافقة فردية لسامي الجابر ولطف بيعدي منه كوكوتشي وكوكوتشي على الجناح الايمن ومحاولة لكوكوتشي الياباني وللخلف راجع لتكهارا. تكهارا بينية الى اوكو. اوكو ينقلها على اليمين. محمد لطف بيقطعها بيلعبها امامية على الجناح الايسر. سوزوكي بيقطعها براسه بترجع الى اثنيان. اثنيان بيحصلها من على الخط. سامي بيحاول يمر مع المدافع الياباني بيتراجع لخميس. خميس بينقلها خميس في اليمين لعبد الله المطرف. المطرف الى الدوخي. الدوخي من ناحية اليمين بيعليها وخطيرة. Thank you.
الازرق ما يخيب، الازرق ما يخيب ابدا، الازرق ما يخيب. 2-2 تتمرر خطيرة على اطار المرمى، ضربة مرمى. اذا وقت اضافي، وقت بدل ضايع، وبانتظار الوقت شوط للباكيين والهدف الذهبي. تتمرر وفي راية وتسلل، في راية وتسلل. اذا هذه هي الكرة السعودية، هذا الازرق، هذا الهلال، هذا الزعيم، الزعيم الزعيم زعيم البطولات الآسيوية بإذن الله تعالى. تتمرر أمامية مفتوحة بالرأس، فوجيتا، لوب، ثنيان، ملعوبة للأمام، مفتوحة، تتمرر على الجناح الأيمن، ومتابعة من عبد الله شريدة وعرضية، وخليل، خليل، خليل يبعدها إلى ضربة الزاوية، ضربة الزاوية. اذا الوقت بدل الضايع، و 2 الهلال السعودي، وجابيليو ايواتا الياباني حامل اللقب السابق. ملعوبة بالراس، نواف، تتمرر مفتوحة احمد الدوخي، ملعوبة ثنيان، ثنيان بحاول يمر، يمر ثنيان وبيمرر سامي على الجناح الايسر، وسامي من ناحية الايسر، هاتوري يمر من الاول وبيمر من الثاني وبيتابع، لكن في مراقبة من تناكا، مراقبة من تناكا، واوكو بيتابعها الياباني، ومحمد لوك معه، بيقطعها محمد الى خارج الملعب، رمية جانبية. اذا الوقت بدل الضايع، قبول امير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال بيتابع اللحظات الحاسمه والحرجه، وبيعلن الماليزي كيلا رجاء عن نهايه شوط المباراه الاصلي الثاني، والتعادل 2-2. الهلال السعودي، سفير الكره السعوديه، سفير الكره العربيه، دقيقتين على نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة، ولكن عرضية أحمد الدوخي على رأس سيرجيو بينهي كل الآمال اليابانية.